السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثامن في مدرسة أكاديمية العزيز، حياكم الله تعالى. بداية فصل جديد مليء بالتفوق والنجاح إن شاء الله. اليوم راح نبدأ بالدرس الأول من مادتنا، مادة التاريخ، بعنوان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العباسية. تحدثنا في الفصل الأول عن الدولة العباسية من الناحية السياسية، اليوم إن شاء الله من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. أولا الحياة الاقتصادية. ازدهرت الحياة الاقتصادية في الدولة العباسية نتيجة اهتمام الخلفاء العباسيين بالزراعة والصناعة والتجارة وتشجيعهم على العمل بها. وقد تمثلت الحياة الاقتصادية في الدولة العباسية بنواح هي: 1. الزراعة. اهتم الخلفاء العباسيون بالزراعة فأمروا بحفر الترع وشق القنوات. ما هو الترع؟ هو أسلوب لشق وتوصيل المياه من منطقة إلى أخرى وأيضا الحفاظ عليها. طبعا هي حاليا موجودة في مصر وبيعملوا على تبطين التروع بشكل عام حفاظا عليها من التبخر والتسرب. وكانت الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات من أخصب المناطق، وقد ضمت الدولة العباسية أقاليم عدة متنوعة في مناخها وتربتها ومياهها وموقعها الجغرافي، وهو الأمر الذي ساعد على تنوع الإنتاج الزراعي. ومن أنواع الأراضي في الدولة العباسية هي الأراضي العشرية. ما هي الأراضي العشرية؟ هي الأراضي التي فتحها المسلمون وأبقوا أهلها بها على أن يقدموا عشر الإنتاج إلى خزينة الدولة. أما الأراضي الخراجية فهي الأراضي أيضا التي فتحها المسلمون وأبقوا أهلها بها على أن يقوموا بدفع الخراج إلى خزينة الدولة، ومبلغ الخراج يحدده صاحب المسؤولية في ذلك الوقت. وأراضي الوقف هي الأراضي التابعة للدولة. اهتمت الدولة العباسية بتأمين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، فحفروا القنوات وشقوا الترع من أجل جر المياه من نهري دجلة والفرات. وحرص الخليفة أبو جعفر المنصور عند بناء مدينة بغداد أن يؤمن وصول المياه إليها من خلال استحداث أساليب القنوات المسقوفة والنواعير والري بالتنقيط. بعض أساليب الري في الدولة العباسية: 1. القنوات المسقوفة. أقيمت هذه القنوات لنقل الماء وسقفت لمنع تبخر المياه، أي بمعنى تم سقفها لحجب وصول أشعة الشمس إلى هذه المياه بالتالي تبخرها. النواعير وهي دواليب تدور بقوة دفع تيار النهر وأثناء دورانها تحمل الماء للأعلى. الري بالتنقيط وهو استخدام أنابيب مثقبة توزع على شكل شبكة فوق الأراضي الزراعية أو باستخدام جرار مثقوبة من الأسفل توضع عند أصل الشجرة. الطنبور أو الزرنوف وهو آلة لرفع الماء تركب على البئر وتدار باليد أو من خلال استخدام الإبل أو البقر. أما الشادوف فهو أسطوانة تدور بواسطة عجلة مائية تقوم بنقل الماء من القناة إلى خزان. طبعا هذه هي أساليب الري في الدولة العباسية، أساليب في ذلك الوقت كانت متطورة وحديثة وفعالة. استخدم في العصر العباسي طرق متعددة لتحسين نتاج استغلال الأراضي الزراعية، إضافة إلى الطرق التي كانت موجودة في العصر الأموي، وهي: 1. التسميد باستخدام روث الحيوانات وبقايا النباتات كسمات للأراضي الزراعية. 2. التقليم والترقيد وهو تطعيم الشجرة من أجل زيادة إنتاجها وتحسين أنواعها. 3. المصدات وهي حواجز تقام من أجل الحفاظ على المزروعات من الرياح التي تؤثر عليها بشكل سلبي. وقد تنوعت المحاصيل الزراعية تبعا لتنوع الأقاليم المناخية في الدولة العباسية. راح نشوف مع بعض الفقرة الموجودة عندنا بالأسفل، لكن بنشوف الشكل بالأول وهي الناعورة، هي شكل عليها. استمرت زراعة النخيل في العراق وخيبر ووادي القرى ويثرب واليمن والأحساء، وزرعت الفواكه المختلفة كالأعناب والرمان والتين والخوخ والسفرجل في الطائف، والقمح والشعير والذرة والأرز والرطب والزيتون وغيرها، كلها تزرع في بلاد الشام ومصر والعراق. وأدخل العرب زراعة الحمضيات والبرتقال من الهند، وزرعت في العراق وعمان والشام والأندلس. هي مجموعة من الزراعات التي حدثت في الدولة العباسية. هذا أكبر دليل على التطور الكبير من الناحية الزراعية في زمن الدولة العباسية. طبعا الأثر الأكبر للتطور هذا هو زيادة الرقعة الجغرافية، بالتالي دخول مناطق ذات مناخ مختلف وذات زراعة مختلفة. 2. الصناعة. اهتم الخلفاء العباسيون بالصناعة وشجعوا على العمل بها، وقد تعددت الصناعات في المدن التابعة للدولة العباسية حتى أصبحت مظهرا من مظاهر ازدهارها الاقتصادي. وقد اجتذبت المدن الصناع المهرة
والحرفيين من أرجاء الدولة العباسية كافة بسبب توافر فرص العمل فيها. إضافة إلى ذلك، نقل العباسيون بعض الحرف عن الأمم والشعوب الأخرى التي احتكوا بها، أي بمعنى أن الشعوب الأخرى التي وصل إليها العباسيون نقلوا منها الحرف والمهارات ووضعوها داخل الدولة العباسية، مما عمل على تطورها لاحقا. أما أنواع الصناعات في الدولة العباسية، واحد الصناعات الغذائية مثل عصر الزيتون وقصب السكر، طحن الحبوب وتجفيف الفواكه، تجفيف السمك وتمليحه وإنتاج العسل. المعدنية هو استخراج الفضة، النحاس، الرصاص من خراسان وبلاد فارس، وصناعة الأسلحة والتحف والأواني. الورق، أخذ العرب صناعة الورق عن الصين ونقلت بداية إلى سمرقند، وتوصلوا إلى صناعة الورق الملون والمصقول. المنسوجات مثل صناعة الألبسة من القطن والكتان والحرير. السفن، واشتهرت مصر بصناعتها المختلفة من مثل السفن الحربية والتجارية. ليش مصر بالذات اشتهرت بصناعة السفن؟ بسبب موقعها على البحر، بالتالي وجب تصنيع السفن. هذا هو الجزء الأول من درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله راح نستكمل الجزء الثاني في دروس لاحقة. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.